حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 8 ملايين برميل خلال شهر نيسان الماضي. قالت الإدارة إن العراق صدر من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر نيسان الماضي 8,866,000 برميل بمتوسط بلغ 295,000 برميل يوميا، مرتفعا عن شهر آذار الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه لأمريكا 5,483,000 برميل. قال عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري إن الحكومة سحبت جميع التخصيصات المالية من مؤسسات الدولة بسبب غياب السيولة النقدية، فيما كشفت مؤسسة عراق المستقبل للاستشارة الاقتصادية عن ارتفاع إجمالي الدين الداخلي خلال شهر نيسان الماضي. وبحسب إحصائية المؤسسة فإن إجمالي الدين الداخلي في نيسان 2024 ارتفع ليبلغ 96.9 تريليونات دينار، مرتفعا عن شهر آذار 2024 بنسبة 5%، إذا كان إجمالي الدين الداخلي للعراق 73 تريليون دينار. شهدت أسعار العراق أو العقارات في مصر قفزة كبيرة على مدى الأسابيع الأخيرة، على الرغم من الاستقرار النسبي في أسعار بيع الذهب والدولار مقابل الجنيه. وزادت أسعار بيع العقارات في بعض المناطق بنسبة 100% على وقع زيادة أعداد الوافدين من الدول المجاورة وتوطنهم في مناطق بعينها في العاصمة القاهرة ومحافظات أخرى، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العقارات في هذه المناطق. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبا أرسلان بيرقدار توصل بلاده إلى اتفاق مع أذربيجان للتعاون في نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى تركيا عبر أذربيجان وجورجيا. جاء ذلك عقب مراسم عقدت بإسطنبول لتوقيع مذكرة تعاون بين تركيا وأذربيجان بمجال الغاز الطبيعي بمشاركة وزير الاقتصاد الأذري ميكائيل جبروف، حيث أكد الوزير التركي أن التعاون التركي الأذري بمجال الطاقة يساهم من جهة في سد احتياجاتهما الذاتية ومن جهة أخرى في أمن إمدادات الطاقة في أوروبا. قالت وكالة رويترز إن المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي قد تعثرت. وأضافت رويترز أن المفاوضات قد تعثرت نتيجة تحفظات سعودية من تأثير محتمل للواردات الصينية الرخيصة على طموحات المملكة في التحول إلى قوة صناعية، على الرغم من أن المملكة كانت قد دعمت على مدى العامين الماضيين جهود مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاق طال انتظاره مع الصين. لأن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.